يمكن في إطار الاستعداد لشهر رمضان، وكان برضو توجيهات فخامة الرئيس بتوفير أكبر قدر من المنافذ والأماكن لبيع السلع بأسعار عادلة ومعقولة من هنا لغاية ما بعد كمان شهر رمضان. الحقيقة كان في تنسيقات كاملة ما بين وزارة التموين ووزارة التنمية المحلية ووزارة الصناعة واتحاد الغرف التجارية علشان نقدر ان احنا فعلا نبدأ نتيح اعتبارا من هذا الاسبوع اكبر حجم من المنافذ. وتم التوافق على يعني فعلا افتتاح اكتر من 200 شادر على مستوى المحافظات كلها، ده بالاضافة للمنافذ اللي موجودة بالفعل، يعني منافذ وزارة التموين، منافذ طبعا وزارة القوات المسلحة، وزارة الداخلية، المحافظات، المنافذ العادية، احنا مش بنتكلم على دول. ده بالاضافة الى دول هيبقى فيه 200 شادر اضافي هتعرض فيهم البضائع باسعار مخفضة، وتم التوافق على نسب التخفيض مع اتحاد الغرف علشان يبقى البضاعة متاحة. وحتى يعني الحقيقة تم الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى، الهايبرات والسوبر ماركت كبيرة، ان هيبقى فيه ركن او مكان في هذه السلاسل كمان لعرض السلع بطريقة مخفضة ان شاء الله.